الأهلي فاز واظنه هيقابل البرازيل، وبعد البرازيل يبدا يبقى هو نادي هيقابل نادي برازيلي لو انا عارف كويس، يعني بطل ابطال امريكا الجنوبيه بقى، وبعدها يبدا يلعب مع مانشستر الانجليزي، صح؟ اذا فاز على النادي البرازيلي، يا رب يفوز على النادي البرازيلي. معانا الناقد الرياضي محمد عراقي صديقنا العزيز، وتحدثنا من جده، صحيح يا محمد؟ ازيك يا زينس؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ تمام، اخبارك ايه؟ كلمني عن الاجواء، حدث كده واسهب القول وفرحني عن اجواء المباراه، اجواء انتصار الاهلي، اللطف المتبادل ما بين الناديين، اللطف المتبادل ما بين المشجعين من الناحيتين. والله يعني حضرتك جبت النقطه المفيده في الموضوع كله، يعني بعيدا طبعا عن الملعب والمباراه وفوز التاريخي للنادي الاهلي، ولكن جينا في الحته او اتكلمت في الحته المهمه جدا جدا، وهي الروح الجميله جدا اللي كانت بين الاشقاء المصريين والسعوديين في المباراه. ان انا كنت حاضر المباراه، وحظي الحلو ان انا كنت قاعد في مدرج، ما كنتش حتى قاعد في مقصوره الاعلاميين، كنت قاعد في مقصوره المشجعين او احد المدرجات بتاعت المشجعين، وحظي الاحلى ان كان المدرج ده مدرج مختلط بين جمهور النادي الاهلي وبين جمهور نادي اتحاد جده السعودي. المفاجاه من خلال المباراه والناس قبل حتى النتيجه وقبل الاهلي ما يتقدم بالنتيجه، الاجواء كانت هزار وهنكسبكم، دول بيقولوا هنكسبكم، دول بيقولوا هنكسبكم، فضلنا طبعا نروح دعابه، خصوصا كمان ان كان في ناس كتير من المصريين المتواجدين هم اوريدي قاعدين في جده او يعني شغالين في جده، فعارفين الناس السعوديين اللي هم موجودين زمايلهم، يعني مش كلهم جايين من مصر يعني. فكان الروح قبل المباراه كانت روح جيده جدا، لما حتى الاهلي ابتدى يتقدم بنتيجه 1-2 في 3، وحتى في حاله اثناء مغادره الجمهور اتحاد جده السعودي بعد ما تاكد خلاص ان الاهلي كسب المباراه، والنادي الاهلي وجمهوره بيشجعوا باناشيدهم وبهتافاتهم المعروفه. عايز اقول لك ان جمهور اتحاد جده كان بيغني الاناشيد دي مع جمهور النادي الاهلي، والحاجات اللي قعدوا يقولوها مع بعض، والكبسه والطعميه، كان كله هزار على فكره، عشان ناس كتير واخده الموضوع ده يعني على قلبهم قوي، فاكرين ان يعني حاجه مش كويسه، بالعكس ده كان هزار وضحك، ودي حاجه انا شاهد عليها، شاهد عيني يعني عليها، شفتها بعينيا، كان روح كبيره جدا جدا. عايز اقول لك حتى يعني ما كانش في وقت كان ممكن ابعت حتى الفريق الاعداد صوره ليا مع احد جماهير النادي الاهلي واحد جماهير نادي اتحاد جده السعودي، وناس كانوا بعض والاثنين كانوا بيتصوروا معايا، يعني اقصد الاجواء هناك او الاجواء هنا اجواء هايله جدا.